ايه يا اخي بنتك عملت ايه يعني؟ دي قاعده في بيت جوزها. بقول لك ايه؟ ابعد عن سكتي دلوقتي. مش هبعد يا عجمي. ابعد عن سكتي دلوقتي والا همد ايدي عليك. تمد ايدك؟ تمد ايدك على مين؟ لا ده انت كبرت بقى وخرفت، لا عامل حساب للعشره ولا للجيره ولا لحرمه الست الطيبه الله يرحمها اللي كانت معمره البيت ده. انت تسيب نفسك ولا ايه؟ ما تهليش صوتك عليا يا اخي مش كده. ايه بتكلمني ايه؟ ما تهليش صوتك عليا. صلوا على النبي، صلوا عليكم الناس. مالكوش فيه، انا جاي اخد بنتي. هو ماله واللي جاي ياخد بنتي ياخدها بالشكل ده يا اخي؟ ما تحضرونا يا ناس. بس بقى يابا بس حرام عليك، كفايه فرقت علينا الناس. هي مش عايزه تيجي معاك، وبعدين مش عيب عليك تبقى راجل كبير كده والمفروض ان انت عارف ربنا وتروح تجيب لبنتك عريس وهي على ذمه راجل تاني؟ بقول لك ايه، خليك انت على جنب دلوقتي احسن. مد ايدي عليك، انا لا طايقك ولا طايق اخوك ولا اي حد من ريحتك. ريحه مين يا ابو ريحه؟ ده انا مستحملك عشان خاطر بنتك والعيش والملح اللي انت ما صنتهوش، لكن اقسم بالله وديني وما اعبد لو غلطت فيا انا مش هسكت لك. هتعملي ايه يا بنت ماجده البقاله؟ بس بقى يابا بس، كفايه حرام عليك، كفايه انت اللي كفايه. وياكش تكون اتعظتي بقى وعرفت ان الجوازه دي لا تناسبنا ولا احنا نناسبها. ايه على اخر الزمن هنناسب مجرمين وبتعصيني في الاخر وتسيبي البيت؟ اقول لك يا عجمي، اهدى كده، اهدى وتعالى نتكلم تحت، بلاش نتكلم هنا، تعالى نتكلم انا تحت. مفيش تحت ولا في اي حته، انا جاي اخد بنتي من سكان، ما حدش كلمني في حاجه. وانا مش هسيب البيت ده، انا هفضل قاعده هنا، هفضل قاعده هنا ومستنيه جوزي. مستنيها فين يا اختي؟ مستنيها لما يخلص التأبيدة ولا الإعدام؟ هيرجع علشان هو مظلوم، وأنا ست بقى وعلى ذمة راجل، إيه رأيك بقى؟ ولو مديت إيدك عليا تاني هولع في نفسي هنا دلوقتي. بيتي يا بت، بيتي ست، بيتي ست يا إنجي. قصدي على ذمة راجل، وأنت حاطط إيدك في إيده وجوزتني له. ما هو الكلام ده كان زمان، قبل ما يبقى مشبوه وهربان والبوليس بيجري وراه. وهيطلوه وهيجيبوه في الاخر وهيتصفى. لولا انها عيبه كنت قلت ايه؟ لا انت اللي تتصفى يا بعيد. بقول لكم ايه، انا دماغي مطبله وبزياده ومش هتطبل اكتر من كده. انا ممكن اصور اتيل هنا دلوقتي حالا. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت فرجت الناس عليك وعلى بنتك اتقي الله. بقول لك يا بنتي، يلا انزلي روحي مع ابوكي دلوقتي. روحي معاه وكفايه بقى مشاكل. يلا. هو ده كلام العقل والناس المتزنة والموزونة، مش كلام الناس اللي بتخرف. انت هتعيب تاني. يلا يا بنتي يلا انزلي روحي علشان اليوم ده يعدي على خير ارجوكي. انا مش رايحة في حتة، انا قاعدة هنا في بيت جوز. بقول لك يا عجمي، انت تسيبها قاعدة مع البناية يومين ثلاثة وكده كده محارب مش موجود. استهدى كده بالله واتقي الله وتعالى نقعد نتكلم تحت على القهوة. تعالى. اوعى، انا لا رايح قهوة ولا رايح فنيلة. وقسما عظما لو ما رجعت البيت النهارده انت عارفه هيحصل لك ايه. بس اخول بس اخول يا بنتي، الدنيا مش مستاهله. انت تقعدي معاها يومين ثلاثه كده وبعدين تروحي. انا عارف انك مش موافقه على كل اللي بيقوله، بس نعمل ايه؟ ابوكي ده ابوكي. يلا هقولك ايه، ربنا يصلح الحال. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه كل واحد يروح لحاله. اتفضلوا يا ناس. ما تقولي على فين بقى يا خطوه واخداني، خايف يكون من وجع رايحة الوجع تاني. ماشي الطريق اخرته للفرح بيوصل، ولا الطريق ده الألم والهم بيتفصل؟ مساء الخير.
مساء النور. حسام جوه؟ اتفضل حضرتك ابلغ. الامان وصل. بتصل على التليفون ما بتردش ليه؟ اخرج انت يا يوسف. كنت لسه جاي لك دلوقتي والله. جاي لي ايه؟ ده انت من يوم العزل لا حس ولا خبر. يعني هكون رحت فين يعني يا جاي؟ مش كنت بظبط الدنيا وبراجع الورق عشان ابقى فاهم ايه اللي بيحصل والقصه المنيله دي هتتقفل ازاي؟ اللي انا عايز اعرفه بقى الموضوع المنيل ده هيتقفل ازاي؟